دكتور محمد، اليوم في إطار هذه المعركة الطويلة المستمرة، هل تعتقد بأن أوكرانيا فعلا دخلت هذه المغامرة إن صح القول حسب الروس أيضا لوحدها منفردة بقرار منفرد، أم قرار غربي متفق عليه؟ في تقديري أنه من المجازفة بمكان أن نقول أن هناك قرارا غربيا دعا أوكرانيا للتوغل في الأراضي الروسية. لكن إذا ما عدنا قليلا إلى الوراء واسترجعنا التصريحات الغربية حول حق أوكرانيا في استعمال الأسلحة الغربية التي مدتها بها دول الناتو في الأراضي الروسية، هذا كان ربما تمهيد أو أعطى إشارة للأوكرانيين بإمكانية الدخول إلى الأراضي الروسية. لكن وفق الرؤية الأوكرانية التي تسوق في المنتديات العسكرية والسياسية الغربية، هو أن أوكرانيا أصبح من المستحيل لديها قناعة تفيد بأنه لا يمكن استعادة المناطق التي احتلتها روسيا وإن كان تقدم بطيء كان للروس، دون أن يكون هناك تفوق عددي وعتاد لديها في هذه المعارك، مما يجعل الأمر مستحيلا، لأنه عديد القوات الأوكرانية مقارنة بالقوات الروسية لا يقارن على الإطلاق، إضافة للمعدات التي بحوزتها أيضا. وبالتالي لم يكن أمام الأوكرانيين طبعا بحسب الرواية الأوكرانية إلا التوغل نحو الأراضي الروسية لاعتبارات عديدة. أحد هذه الاعتبارات هو إشعار المواطن الروسي بحقيقة الحرب وأن حربه أصبحت مرتدة عليه، إحراج الرئيس الروسي، إضعاف الثقة بين القيادات العسكرية والسياسية الروسية، وهذا ما يبدو حتى هذه اللحظة، لأنه ما يحكى في الكواليس بأنه الرئيس الروسي قد يعين حارسه الشخصي مسؤولا عن العمليات الرد أو صد التوغل الأوكراني في منطقة كورسك. يضاف إلى ذلك أنه هناك حديث بالفعل في الدوائر الغربية أنه كان هناك قلق من تلويح روسي دائم باستعمال السلاح النووي التكتيكي بوجه الأوكران وربما بوجه دول أخرى غربية في حال تورطت أكثر دول الناتو في دعم أوكرانيا. تبين لدى هؤلاء بحسب بعض الخبراء من أنه ليس بالضرورة أن يكون الرئيس الروسي قادر على فعل هذه المهمة، وبالتالي الحرب طال أمدها بشكل كبير جدا، ولا بد من التحول أو خلق نوع من الانحراف في أستاتيكو للعمليات العسكرية القائمة، مما يشكل ضغطا على روسيا بشكل كبير جدا ويظهرها بمظهر ضعيف والمرتبك. وهذا تحقق على الأقل تكتيكيا على الأقل في العمليات العسكرية. لكن يبقى السؤال المطروح الآن حتى في دوائر الاستخبارات الغربية، من أن أوكرانيا وإن توغلت بشكل سريع في الأراضي الروسية لكنها من المستحيل أو على الأقل هناك تكلفة كبيرة جدا من القدرة على الإمساك بالأرض، فضلا عن خطورة تواصل الإمدادات وصول الإمدادات إلى القوات المتوغلة داخل كورسك. وبالتالي يجد هؤلاء أنه ربما كانت هي حركة غير محسوبة أوكرانيا التوغل الروسي، وإن كان لا يستطيع الغرب أن يدين الرئيس زيلينسكي عليه. نعم، في المقابل دكتور محمد، هناك أنباء اليوم عن توغل روسي في المقابل في مدينة بوكروفسك شرقي أوكرانيا. السيطرة على هذه المدينة تعني السيطرة على دونيتسك بالكامل، وهو من هدف روسي معلن. هل اليوم هذه الهجمة المرتدة الروسية يمكن أن تؤثر على المحور الآخر في كورسك بشكل أو بآخر؟ هو عزيزي، ما يمكن قوله في قراءة موسعة للمشهد أنه هي عملية تموضع يجريها كلا الطرفين معتمدا على نقاط الضعف التي يعيشها الآخر. على سبيل المثال، ما توغل الأوكرانيون في الأراضي الروسية إلا بسببين. السبب الأول هو عجز واضح جدا عن استرجاع المناطق التي احتلها الروس رغم كل الدعم والحديث عن موجة مضادة لديهم، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، قرأوا أن هناك نقاط ضعف كبيرة جدا في كثير من المناطق الروسية المحاذية لأوكرانيا، وبالتالي يمكن التوغل فيها، حتى يمكن القول أنه كما روسيا تحتل جزء من الأراضي الأوكرانية في الشرق، فإن أوكرانيا أيضا تحتل جزء من الأراضي
الروسية في الجنوب، أي في جنوب روسيا، وبالتالي عندها سيمكن أو هذا سيحصن الموقف الأوكراني باتجاهين. الاتجاه الأول سيعطيه ورقة قوة على طاولة المفاوضات التي ينبغي أن تحدث، ومن ناحية ثانية إقناع المجتمع الغربي الداعم بشكل كبير جدا عسكريا وماديا وماليا وسياسيا للسلطات الأوكرانية بأن هناك جدوى من استمرار هذا الدعم، وبالتالي يمكن الحديث على أنه يعني أنه في الفترة الأخيرة كما هو معلوم كثير من الدول الغربية بدأت يعني بالامتعاض من استمرار التدفق المالي والأسلحة على أوكرانيا باعتبار أن ذلك يستنزف قدرات وطاقات هذه المجتمعات ويجعلها تئن تحت صعوبة الوضع الاقتصادي، وهذا حاصل وواقع، فضلا عن الخوف من وصول بالفعل الرئيس ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، والرجل كانت تربطه علاقات وثيقة مع بوتين وهو معجب به بالمناسبة يعني، وربما قد يلجأ إلى خطوة ربما يعني تجعل وقوف بقية الدول الأوروبية داخل حلف الناتو غير متوازنة أو غير متزنة في هذا الصراع، وبالتالي قد بادر الأوكران إلى هذه العملية لمحاولة طبعا إبقاء الناتو على نفس المستوى من الزخم من ناحية، لإقناعهم بأنه لا تزال السلطة في أوكرانيا قادرة على إمساك بزمام المبادرة وأن هذا سيحسن بالفعل من طاولة التفاوض، وبالتالي عندما تسحب أوكرانيا بعض القوات وتتجه بها إلى الشمال هذا بالضرورة سينعكس ارتياحا لدى القوات الروسية الموجودة في الشرق الأوكراني وبالتالي تتوغل، وهذا التوغل الروسي هو يقول مفاده طبعا أنه نحن لا نزال نقوم بهذه العملية العسكرية ونحقق فيها إنجازات، وأن التوغل الأوكراني وإن حصل في كورسك فهو فترة مؤقتة ونحن قادرون على استرجاع هذه المناطق وإن كانت تعرضت إلى ضغط. أنا في تقديري الآن هي لعبة عد أصابع بين الطرفين، هو من يكسب أكثر ليس حرصا على الأرض فقط وإنما حرصا على تحقيق كثير من النقاط قبل بالفعل أن تصبح الأمور يعني على طاولة التفاوض قابلة للأخذ والرد من قبل الطرفين.